السلام عليكم شباب، واليوم عندنا فتح علبة بلبل. شو كان اسمه؟ اير نايت، اللي هو فارس الهواء او شو كان اسمه، نسيت. مهم ترجمته ممكن فارس الهواء او هيك، او زي من هيك اشي. عم بورجيكم اياه من الكاميرا الفوقانية والكاميرا التحتانية هاي اللي هون. مقلد هو بالاصل بيجي بعلبة حظ راندوم بوستر، اما شريته مقلد عشان مستحيل يطلع عليه. هذا هو البلبل، ومقلد من شركة جي فايف. هو هذا الاصدار هذا مش صحيح، عشان في فتح في علبة هذا البلبل اللي هو ريفايف فينيكس، بس ديد فينيكس نسخة الخضراء. مكتوب عليه نفس الاصدار مع انه مش نفسه. بيبلت بيرست تشوزد او بيبت البيرست تيربو، البيرست سيستم والدوران يميني ودفاعي مع انه قدر على الاحتمال. هذا هو البلبل. هو بالاصل بيجي بنسخة لونها ازرق، اما انا جبت النسخة الحمراء والصفر عشان لقيتها احلى. هاي من تحت، وكل اشي هنا تبان جي تي مع انه تشو زد. هاي هو من ورا، والقطعة مش مبينة كلها. هون كان في لزقة بس قمتها عشان تعرفوا دعاي. هاي بيجي فريم الها خصوصية، وهذا البلبل اسمه المختصر اي كي. اسم البلبل العادي اير نايت، اللي هو فارس الرياح او فارس الهواء. خليني اورجيكم العلبة من فوق على الكاميرا الفوقانية. وهذا هو كل اشي عن الجنب، هذا القطع، وهذا هو البلبل. يلا نفتحه اسا. في هون الزاق، خلينا نفك الزاق بالاول عشان نقدر نفتحه. او بتعرفوا ايش؟ عشان نختصر بجيب اظفري بعمل هيك بقص. هاي فتحوا اظفري، اختصر علينا كل اشي. خلينا نفتح اسا علبة البلبل. بيجي معاه جهاز اطلاق يميني عادي. هذا هو البلبل، وهذا هو جهاز الاطلاق. هاي كانت العبة بنحطها على جنب، نجيب الاشياء هنا كل اشي. هاي هي بنورجيكم اياها على الكاميرا الفوقانية. هذا جهاز الاطلاق، وهذا الخيط، خيط عادي، جهاز اطلاق عادي. خلينا نجربه. جودة جهاز الاطلاق كثير سيئة، مش كثير منيحة، بس ممكن يكون قوي معقول. مهم هذا هو البلبل وكل اشي. خلينا اسا نفتح علبته. نفتح اقبالكو. هذا البلبل شريته من نفس المحل اللي شريت منه بلبل اللهيب التيربو. راح اسوي فيهم بيناتهم نزال. اوه ما شاء الله، جودة البلبل اسطورية. هذا هو القطع والستيكرز وكل اشي. خلينا اسا نشرح لكم عنا. بالاول خلينا نورجيكم الستيكرز. ستيكرز كثار، هاي هني من فوق ومن تحت ستيكرز كثار. راح اتغلب شوي بس راح احطهم عشان راح يحلوا البلبل. عنا هنا نبلش هون بالدرايفر. درايفر اسمه يمكن مش بتذكر، بس هو نسخة من ريفولف، وهاي لازم تكون دوران حر، بس مش عم بتدور بصعوبة، عم بتدور يلا عادي بهم، مش عم تعطي اشي. ديسك اللي هو 12 هذا الديسك بستعملوش بالبطولات لانه بجرح، وانا صراحة بحبه هذا الديسك لانه شكله حلو، باقي ما باقي لا بحبوش. بعدين عنا الفريم اسمه اي، كمان مش اتذكر اسمه. اللي بعرف اسم القطع كلها اكتب لي في الكومنتات. واخر اشي عنا اللي هي اللاير. هاي هي اللاير اللون الاحمر، ورجيكم اياه بالكاميرا الفوقانية. باللون الاحمر، وهذا حديد، واللي بالنص هنا اصفر اللي هي علامة الوحش تبعه. اسم البلبل اير نايت او فارس الرياح.
هاي اسنانه، نورجيكو اسنانه. الاسنان مش واضحة كثير. الاسنان مش واضحة كثير بس مبينة عليها انها ضعيفة. بجرب اصور لك الصورة وتبين فيها واضحة وكل اشي. اسا رح نحط الستيكرز بالاول بعدين رح نركب البلبل ويلا نكمل. ورجعت لكم وزي ما انتم شايفين حطيت ستيكرز على كل البلبل. هذا هو الشكل، صار احلى شوي، الشكل صار احلى، بين بين كل اشي فيه هيك. يمكن شكله بالاصل هيك اتوقع، هيك. انا ما ركبتش البلبل ولا عملت اشي، خليني اورجيكم اياه من فوق. انا ما ركبتش البلبل ولا جربت اسنانه، واسا راح نركب كل قطعة في قطعة. بس قبل خلينا، او لا خلينا اسا نركبه بالاول بعدين نتأمل بشكله. هنركب هاي مدورة، بعرفش كيف هيك شكله، نحطها هيك. بدش تركبها اسا، ركبت بس شديد شوي. الحديد بهاي الشركة معفن، شالي معفن انا عشان مزكم. هاي هو منظره احلى، هيك اصفر اصفر هيك لماع. خلينا نجيب ايدي الثانية نرفع لفوق. هذا هو، هذا هو. اسا خلينا نركب البلبل بعدين نتأمل بشكله، وطبعا رح نجربه بجهاز الاطلاق تبعه. نركبه ونشوف الاسنان. الاسنان الاسنان الصراحة تقدر تقوله ضعيفة، تقدر تقوله ضعيفة بس ممكن تكون منيحة عشانه بلبل مسكر، طلعه مسكر من كل النواحي. بس في اشي سلبي في اللاير تبعته، انه ايش مموج هيك، مموج زي الامواج زي بلبل عين الصقر. هو بتقدر تقوله ما بيشبه تطور بلبل العقاب الناري، بس مش بس طبعا يعني مش نفسه. هو مش في فرق بين العقاب الناري وهذا الفارس الرياح. اما هاي التموجات بتضر البلبل مش بتفيده. لو انه مسكر كامل زي العقاب الناري بيكون افضل شوي. هذا هو كل اشي املنا فيه صراحة. قبل الستيكرز انا كنت حابه اكثر، بس يلا انا بحب احط ستيكرز. واسا خلينا نجربه بالحلبي. وزي ما انتم شايفين جبنا الحلبي وهذا البلبل، وهذا هو بالشاشة الفوقانية والشاشة هنا. اسا راح نجربه اول اشي بجهاز الاطلاق تبعه. هاي جبنا جهاز الاطلاق تبعه، يلا يلا 3 2 1 جو شوت. صراحة جهاز الاطلاق قوي مش بطال. البلبل طبعا لانه قدرة على الاحتمال مش راح هيك يبلش يهجم بالحلبي. هذا هو. واسا راح نجربه بجهاز الاطلاق، اللي جهاز الاطلاق اللي فتحت علبته اخر فيديو، فتحت علبته فيه وقع. دقيقة اسا بجيبه وبرجع لكم. وركبته في جهاز الاطلاق واسا نجربه، يلا 3 2 1 جو شوت. صراحة ما تغيرش اشي، طبيعي لانه قدرة الاحتمال. لو انه هجومي بيكون مبين عليه، بس لانه قدر الاحتمال بيبينش عليه. واسا راح نجربه ضد بلبل، خلينا نطلق عليه اسا بلبل خفيف. خلينا نجرب اللهيب التيربو بما انه نفس البلبل شريته. البلبل صار يوقف، اسا بجربه. اسا بنطلق في جهاز الاطلاق ويلا كمل. يلا الجولة الاولى، يلا 3 2 1 جو شوت. لحظة وقع البلبل، يلا 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 بسرعة 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 بسرعة. اي 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 يا حول الله. هسه بعيد الجولة، يلا الجولة الأولى، يلا 3 2 1 شوت.
يلا جو بعد الضوء. يلا الجولة الأولى، يلا 3 2 1 جو شوت. اي رجع يوقع، رجع يوقع، رجع يوقع هذا. يلا جو شوت، يلا مش محسوبة، راح نعيد الجولة للمرة المليون. يلا 3 2 1 جو شوت. يلا جو شوت، لنشوف اخيرا ضبط معنا، اخيرا ضبط معنا زي الناس. اسا مش راح استعمل الكاميرا العلوية لاني مش عارف، لانه تلفون اخوي بطل فيه شحن. فاز بلبل اللهيب ويلا نكمل هذا، نشوف كم كليك ولا كليك، ويلا كمل. واسا راح اسوي اخرى جولة. يلا 3 2 1 يلا جو شوت. طلع لبرا، خليني اجرب اسا ارجع اطلقه. يلا 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 القدرة على احتمال في هذا البلبل كثير عالي، بس ايش معلش، يا عالي يا واطي، مرات بيكون عالي ومرات بيكون واطي. خلينا اسا نجربه ضد اخرى بلبل، شو نضل نجربه ضد مين؟ عندي فكرة، راح اجربه ضد اسا ضد وميض التيربو، بعدين راح اجربه ضد درع الفارس التيربو. وينو؟ اي قصد درع الفارس الحديدي. المهم اسا بلا اسا بنجرب ضد وميض التيربو. خلينا نحط جهاز الاطلاق دوران يساري، هاي جبنا حطينا الفارس الرياح. يلا 3 2 1 شوت. يلا جو، خلينا نشوف. اطلقته مايل كثير، يعني هذا مش منيح بالنسبة لبلبل يساري. فاز فارس الرياح بالجولة الأولى، خلينا نساوي أخرى جولة، نساوي أخرى جولة. يلا 3 2 1 شوت. يلا اركب. يلا 3 2 1 راح اعيد الجولة. يلا 3 2 1 شوت. يلا يلا جو شوت. اوه وطلعوا لبرا بس ما عملوش بيرست، يعني اخذ نقطة هيك، اخذ نقطة. خلينا اسا نجربه، انا حب اجربه ضد الشجاع الملكي اللي هو هذا. خلينا نجرب، يلا كمل. يلا 3 2 1 جو. وقع البلبل، وقع البلبل. يلا يلا 3 2 1 شوت. خلينا نشوف. واو فات وطلع. اخذ نقطة، 1-0. يلا 3 2 1 شوت. يلا اركب. يلا جو شوت. نشوف مين راح يربح اسا. وراحت اسا، راح اساوي اخر جوله بما انه تعادلوا. يلا 3 2 1 جو شوت. يلا جو شوت. وفاز فيها الشجاع. اسا راح اساوي اخر جوله ضد اخر بلبل، واسا راح نجربه ضد بلبل سيف التيربو. يلا نكمل. يلا 3 2 1 جو شوت. يلا جو شوت. خلينا نشوف هجوم السيف، ضربته القوية. يلا ضرباته مش عم بتأثر، مش عم بيأثر، عم تتأثر. ولا صار ولا كليك، هون كليك واحد. اسا رح اساوي اخرى جولة. يلا 3 2 1 جو شوت. يلا جو شوت. يلا
في ضربات قوية بس مش عم تأثر بالبلبل مبين. بتوقع فاز فارس الرياح، وهذا اخذ 3 كليكات وهذا ولا كليك، يعني بتأثر ولا بيأثر السيف. وشكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتنشروا المقطع لكل اصحابكم اللي بحبوا بيبة البيرست، وتنسوش تساووا التحدي اللي قلت لكم عنه في المقطع الماضي. اذا بدك تعرف شو هو التحدي فوت على المقطع الماضي وجرب ساوي التحدي، عشان رح يصير فيه اشياء اسطورية اذا قدرتوا تساووا التحدي. وبس يلا مع السلامة يا حمام.